تجربة برنامج ليبيا ستار تجربة بضخامة هالبرنامج الكبير، وكنت أنت من ضمن اللجنة المشرفة على تدريب المشتركين. احكي لي على هذه التجربة. ولو أن مجيء البرنامج جاي متأخر شوية ولقيت زملاء سبقوني، منهم الفنان الكبير عبد السلام القرطاب، فالحقيقة حتى ولو أني جيت متأخر شوية لكن اجتهدت أنا وزملائي وواكبنا الحدث، وشرفني أن العمل هذا ليبي 100%. وفوجئت بالمواهب الجديدة اللي أنا تغيبت عليهم سنين طويلة، وفرحت جدا ووصلنا لمرحلة جيدة في إعدادهم، والبرنامج إن شاء الله حيكون مفاجأة جيدة. ونشكر المقيمين على البرنامج إنه هم استدعوني للمشاركة كمشرف عام على الموسيقى والفن.